اهلا، يا مساء الخير، كيف اخبارك وشو سويين؟ طبعا رجعت لكم بفيديو جديد. امس اول ما نزلت الفيديو تبع الباقات اللي هي مشاكل الباقات، ناس كتير جو سألوني يا زيزو ممكن تشرحي لنا كيف نعمل كيف نشتري باقة، مو كيف نعمل حساب، لا كيف نشتري باقة، كيف نعمل حساب. هذه انا شرحتها مليون مرة في حسابين هنا وهناك، فاكتبوا وحتحصلوا الطريقة. وزي ما انتم شايفين دحين انا دخلت على البيت وخرجت من الحساب وخليته انه حساب عادي جدا، المفروض انه ما فيه شخصيات كتير وكده، وما ادري دحين راح نشوف كيف شوف كده. ايوه خلاص، انا دحين دخلت حساب كده عادي عشان اشرح لكم. طيب اذا ما انت مشترك في القناة اشترك في القناة، خلينا نوصل 30,000 مشترك. يلا باقي لي تكة 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 اوصل 30,000 مشترك. على بالي في ملابس جديدة، شايفة علامة على كل الاماكن، قلت يلا خليني اشوف. لا كله عندي، كله شفته خلاص ما ابغى. طيب على فكرة نزلت عائلة افاتار ود، روحوا اتفرجوا وحطوا لي لايك واشتراك وحماس وهيك يعني، وعرفتوا. يلا خلينا نشوف اول شيء الطريقة كيف. اول شيء نروح هنا، تيجي عند الباقة اللي انت تبغيها، لنفترض هذه هي الباقة اللي انا ابغى اشتريها اللي هي باقة البيت. طبعا نحن بطلنا نشتري، المفروض اني انا ما اشرح لكم انه كيف تشتروا الباقة، بس طلبات كثيرة بتسألوني كيف اشتروا الباقة، وانا اخلاء مالي صلاح، انا يعني انا مالي دخل بيكم، انا عن نفسي ما ابغى اشتري، انتم بكيفكم. طيب حطي تاريخ ميلادك او تاريخ ميلاد اي احد في البيت عندك، او يعني اي شيء، مثلا عرفتي 2002 نقول مثلا. طيب اوكي شوفوا، عشان انا اول اشتريتها فعلى طول حطلي هنا شو اسمه البطاقة حقتي. لا انا اقول مثلا استخدام بطاقتها، طيب يعني انه كأنه استخدام بطاقة تانية او شيء زي كده. حيجيكم اضافة بطاقة فانتوا حتضيفوا البطاقة. يا جماعة وقت تسجيل الشاشة، وقت ما تحط بياناتك بتصير الشاشة سوداء، عشان كده انا ما وضحت كامل، بس بينت لكم ايش يصير. خلاص عندكم هينفتح الشيء على طول، وصير بعد كده اصلا تلقائيا على طول انه ايه دحين كده انا في بطاقتي اضغط على طول شراء. شفت دحين لو انا ضغطت دحين على طول على الشراء راح يشتري الباقة هذه، لاني انا مدخلة بياناتي. تمام كده فهمتوا، مرة هو سهل وبسيط الشيء، يعني تشتري باقات مرة سهل، طريقة مجانية. ما اعرف شفتوا انا مسجلة خروج عشان كده ما في الباقات حقتي، وهذه هي الباقة المجانية. يعني الباقات كلها ما هي موجودة عندكم، بس هذه هي الباقة اللي موجودة، الباقات المجانية. اوكي واو، بس هذه هي الطريقة كيف تسوي حساب. هذه انا الصراحة ما اني حابة اني اشرح الطريقة هذه مليون مرة، بس هو انك تدخلي من هنا زي ما قلت لكم، تحطوا اي تاريخ ميلاد. طيب وبعدين لما تحط تاريخ الميلاد تضغطي على سينك ان، تحطي ايميلك. اصلا كيف تسوي حساب خاص لو انت سويتي ترى حق جوجل بلاي حيفتح لك؟ لا ما حيفتح لك. تحطي ايميلك، والافضل انك تحطي ايميل انت واثقه فيه زي الناس وعارفته عشان لا يضيع منك، لازم تحطي ايميل انت عارفته زين عشان لا يضيع منك. لكن اذا حطيتي ايميل كده خربوطة من راسك يضيع منك بعد كده، ما تعرف ترجعي الحساب، بس لازم كل الايميلات تكون موثقة عندك. اذا الايميلات ما هي موثقة ترى حسابك بيطير، يعني عرفتي ما حتقدر ترجع الباقات، الايميل حقك لازم يرجع. طيب وتحطي كلمة مرور، كلمة المرور كيف راح تحطيها؟ اسمعوا اسمعوني دحين، مثلا انا لنفترض انا اسمي، انا ما بدي اسوي باسمي، مثلا باسم افاتار وورد. طيب افاتار، طيب انا كتبت افاتار، شوفوا لا مو هذا، شوفوا كتبتها كيف كلها صغيرة، لا شوفوا
انتوا لما تيجوا تكتبوا الحروف حقت كلمة السر عشان تصير الكلمة قوية لازم تحطوا كلمة حرف كبير مثلا. طيب كده تمام، حرف كبير. طيب اوكي، مثلا 1 2 3 مثلا، ومثلا تحطوا من هذه الاشياء عشان كمان ما حد يقدر يخترق لكم حسابكم يا حلوين. تمام، هذه هي النقطة. وبعدين تضغط على سينج وتسجيل وعلى طول يسجل لك حساب في افاتار وورد. فالناس اللي بتقول هم مشترين الباقات، وبعدين يا الله الجوال هذا، فالناس اللي تقولوا مشترين الباقات والباقات ما بترجع، ترى شوفوا دحين انا بوريكم حاجة. شوفوا الباقة، لنفترض ابو باقة انا اشتريتها هذه، شوفوا دحين انا ايش راح اسوي. شوفوا يقول لي سبق وان حصلت على هذا العنصر عشان انا اشتريتها ومسجلة بايميل رسمي، يعني ايميلي تمام وكل حاجة، فايه ما راح يشتري لي هي، انا هي عندي اصلا. شوفوا انا عاملة تسجيل خروج، ما دخلت ما فتحت الحساب حقي، بس انه ايه عشان الايميل مسجل في نفس جوجل بلاي، ويعني كله مسجل وكله مظبط، وعلى طول يجي هذا تمام. قال لي انت خلاص حصلتي على هذه الباقة، يعني هي خلاص موجودة عندي، يعني ما اقدر اخدها. اوكي طيب، وبكده يعني خلاص بعد كده تقدر ترجعي الاشياء حقتك واحد واحد. شفتي كل هذه الاشياء كمان برضو انا برضو ده اخدته، ده تاريخ اكتبه. نشوف هنا ايش يقول لي، سبق برضو انا حصلت على هذا العنصر من قبل، عرفته خلاص. المفروض الناس اللي عندهم الباقات يقول لك كده، شوف ثانك يو، بيقول لي عشان اني انا اشتريت الباقه وزي كده، يعني بيقول لي شكرا ما ادري ايش. المهم يعني فهمتوا ان شاء الله، فهمتوا الشرح حقي. طبعا هذه اليوم شو اسمه، هذا هو فيديو اليوم، الناس اللي طلبوا مني كيف اشتروا الباقات. شفت كيف الطريقة مرة سهلة، بس تحطوا رقم حسابكم البنكي، اذا حطيت رقم حسابك البنكي خلاص كل الامور صارت عندك 100%، وكل شيء صار تمام، والايميل حقك مسجل. ايميلك لازم انت تعرفي الباسورد حقه، كلمة السر، يعني لازم تعرفي الايميل حقك اسمه كده، اكتبيه في دفتر عندك، وكلمة السر برضه اكتبيها في دفتر عندك على جنب. اذا كمان جوالك وديتيه عند شو اسمه، عند يعني خرب جهازك وديتيه عند الرجال يصلح لك هو او شيء وفرمت لك الجهاز، انت عندك في الدفتر تفتحي الايميل وكلمة السر نفسها ويرجع لك كل شيء. شوفوا انا الجوال هذا الجديد اللي عندي ما كان فيه ولا شيء، بس لكن انا حافظه كلمة السر والايميل حقي، رجعت نفس حساباتي. في البداية صح انه لقيت صعوبة والباقات وزي كده، ما انها ما بتيجي وزي كده بسرعة، بس الحمد لله تحلت. امس كانت عندي كمان برضو مشكلة، بس الحمد لله حليت المشكلة خلاص ودخلت حسابي الاساسي. وبس والله هذا هو مقطع اليوم، في نهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، تفعلوا جرس التنبيهات. طبعا انا اليوم شرحت لكم هذا الشيء للناس اللي ما تعرف، للناس اللي تعرف خلاص. طيب الناس انشروا المقطع للناس عشان اللي ما يعرفوا عشان يعرفوا الطريقة. وبس نحنا انتم لازم تعرفوا انه افاتار وورد انتم عارفين اصلا ايش هم، وبس نحنا وانا متأكدين من السالفة هي كاملة، بس انه نحنا احسن اننا نوقف لفترة لين نعرف ايش اصلا هم وكذا، بعد كده اذا كان كل شيء تمام نرجع نشتري من جديد ونرجع نسوي مسابقات زي اول وحماس وحركات. باي باي.